اهو ادي بص الخدمه بتاعت السنه اللي فاتت. ادي الشجره اهي، واحده في النص، واحده يمين، واحده شمال. بس الله ينور. الله ينور الله ينور. طيب هنعيد الكلام تاني. كل شجرة بعمل لها تلات حفر اهو اهو اهو. كل شجرة من شجرنا الحلوين بنعمل لها ايه؟ تلات حفر، واحدة في وش الشجرة بالظبط، واحدة يمين وواحدة شمال، يعتبروا تحت النقطات اهم. دي اقل حاجة هتتعمل. احنا قلنا خط في الفيديو رقم 2، فيديو رقم 3 قلنا برمات بالطول بالظبط كانها خط، فيديو رقم 3 عملنا متر جنب الشجره، الفيديو رقم 4 عملنا 3 برمات جنب واحده اهي. ادي الشجره اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يبارك لنا فيها يا رب. برمه جنبها وبرمه يمين بنص متر وبرمه شمال بنص متر، كاني عملت المتر. رقم 5 الفيديو اللي احنا فيه ده، الله ينور عليك يا حسن. الفيديو ده رقم 5 اهي. ادي الشجره اهي، ربنا يكرمنا السنه دي هنتخن بقى. بعدنا عن الشجره نص متر وعملنا بريمه واحده، وادي الثانيه بعديها بنص متر يمين ونص متر شمال، يبقى كاننا عملنا المتر. تمام. هنا حتى في خدمه اهي. احنا طبعا السنه اللي فاتت عملنا خدمه في الشرق، السنه دي عملناها في الغرب. واضح ان واحد عمل ايه، واحده غلط السنه اللي فاتت ولا حاجه. تمام. دي كده الفيديو رقم 5، الخدمه الشتويه الضروريه لاي شجر، واللي احنا بنعملها في غابه بولونيا مصر. الرجاله بتوعنا هم الحلوين، ربنا يبارك لهم، هيكملوا هم الشغل. يلا يا باشا قلب. الناس بتوع انا فين؟ انا ماليش دعوه بالفريق بتاع عم محمد. عم محمد حر في فريقه، انا فريق انا فين؟ يلا يلا يا رجاله. حطينا دول 5 شجرات، حطينا 5 كيلو سوبر فوسفات، 2 كيلو ونص كبريت زراعي، دي خدمتنا احنا. وحطينا شكارتين حمقه، يعني 100 كيلو حمقه اهو من الشكارتين. فيديوهات اللي فاتت تكملها. وادي البريمه هنعمل لها فيديو دلوقتي حالا. قلب تقليبه على مزاج مزاجك. يلا كل شجرة 20 كيلو حمقة وكيلو سوبر فوسفات ونص كيلو كبريت. أنا عندي كربونات كالسيوم في الأرض قرفاني ومضايقاني، يبقى لازم أحط كبريت. السوبر فوسفات ده ثابت، الحمقة ثابتة، يا إما سباخ بلدي تبقى غلق ونص، يا إما سبلة كتكوت يبقى غلق كفاية، يا إما زبل حمام يبقى نص غلق كفاية. وفي حاجات كتير بقى، وفي كومبوست وفي خميرة وفي ملاس وفي في كل حاجة، الأقرب لك والأسهل لك لازم تحطه، لكن لازم معاك كيلو سوبر فوسفات. أرضك عايزة جبس زراعي، حط جبس زراعي. أنا أرضي عايزة كبريت. يلا يا باشا غلقين في الثلاث حفر، يمينها وشمالها حواليها. الله ينور عليك، حفظنا خلاص، الناس حفظت خلاص. يلا واحد كمان، واحد كمان عليه، كل ثلاثة عليه. هو كان هيعمل الثلاثة اللي بعدك. خش يا باشا اردم يا عم نزيه. نزيه تخصص ردم وحفر وكل حاجه، شد واردم. الله ينور عليك. الارض بقت طينه، بقت ارض طينيه مش ارض رمليه، عشان ندلع الشجره. عايزين ندلع الشجره. دي شجره الثمره بتاعتها النمو، دي شجرة ثمرتها هي النمو، سرعة النمو. هتخدمها وتديها مية وتخدمها هتنمو وتكبر، مش هتخدمها. في ناس عندها طاقة شمسية المية ضعيفة جدا جدا، يا باشا المية ضعيفة كبر لي المية. لا ما لعب في الشجرة عندك. طب يا عم متشكرين خلاص، ابعد يا باشا الخرطوم عن الشجرة.
خلي الخرطوم على بعد نص متر عشان تدي ماء كتير. لا مش مقتنع انا بالكلام ده، خلاص براحتك انت حر. احنا من تاني سنة او تالت سنة بالكتير لازم نعمل المصطبة دي، ولازم نعمل خدمة شتوية على بعد نص متر، ولازم نحط عليها خرطوم المية. اهو اهو يا باشا، الله ينور الله ينور. اشتغلنا السنة دي من غرب، الله ينور. يلا يا باشا، بسم الله بالمعيار. عاملين قصرية صغيرة كده بتاعت الزرع، بتعمل لنا نص كيلو كبريت. عاملين قصرية كبيرة بتعمل لنا كيلو سوبر فوسفات، الشكارتين بيعملوا 100 كيلو حمى. طبعا احنا ما بنشتغلش كده، احنا بنوري بس للي عنده فدان فدانين. احنا بنقلب القلاب كله، العربية النقل، العربية القلاب دي بنعملها للفدان، وبنحط عليها الطن السوبر فوسفات والنص طن كبريت وبنقلب. بس اهم حاجة التقليب يكون 100 100. يلا يا باشا شد خرطومك، يلا خرطومك يرجع. يرجع فين خرطومك؟ هيرجع فين؟ الله ينور عليك، على الخدمة الشتوية اللي بينها وبين الشجرة نص متر اهو. وندي مية السنة دي ضعف السنة اللي فاتت ان شاء الله، ان شاء الله نقدر بس، والملاك بس يساعدونا، الرعاية بس تدفع في ميعادها. والنبي يا جماعة عشان خاطر ربنا، عشان نشد حنا شوية ونراجع على ان تلات نقطات، ادي نقطة اهو جنب الشجرة، ونقاط بعديه بنص متر هيجي يحط نقاط تالت. كل سنة كده بنزود نقاط، عايز تبتدي من اول سنة شغال. يبقى انا كده عندي خرطومين، خرطوم يمين الشجرة شرق الشجرة، وخرطوم غرب الشجرة. خرطوم ده فيه تلات نقاطات، واحدة جنب الشجرة بنص متر، ثم نقاط تاني هناك بنص متر، ونقاط هنا بنص متر. ونفتح مية كده ايه خرطومين. يبقى احنا عملنا الخدمة الشتوية، وهندي مية الضعف السنة دي عشان الشجر يدخل. خلاص احنا ربنا جدر، وربنا ساق، وربنا تاج. عايزين نتخن بقى، عايزين خشب بقى، تعمل خدمة شتوية تخلي المية تضعف. وهو الخرطوم بعيد، لو الخرطوم لازق في الشجرة، الشجرة هتتقطم، يعني هتعفن، الجدر هيعفن، وتيجي تزق الشجرة كده تلاقيها تقع. ليه؟ جدرها اتقطم. انت بتخدم الصوابع بالبلدي، ما بتخدمش الجدر نفسه اللي تحت الشجرة، بتنشط صوابع الجدر انه يشتغل، بتعمل له رطوبة، بتخف له الاملاح. كل ده من على احنا عندنا جدر واتا، دي مش جدر ليفي، محتاج تخف له الاملاح من على حرفه عشان ما يتحرقش لما يجي ينمو، محتاج ترطب له الارض عشان ينمو، محتاج تحط له سوبر فوسفات وتخدمه. سوبر فوسفات بينشط الجذور ويشغلها ويغذيها. تليفوني وتليفون الجمعيه شغال، اي سؤال على الواتس، الناس اللي زرع لها اراضي رمليه اراضي طينيه بتبعت رساله على الواتس 48 ساعه برد عليك. بس قلب الطينه اهي مره على مره كده، تيجي تلاقي الارض دي مطينه، واحنا عايزينها مطينه، عشان كل ما كانت مطينه هتكبر لنا الشجر عشان ناخد الانتاج ان شاء الله باذن الله. ابعت على الواتس 48 ساعه ترد عليك. اعمل ايه يا استاذ اشرف؟ ابعت لك الفيديوهات دي، خش على الصفحه ارض الطينيه بتبقى ابعد، بتحط في نص في نص الصفين، او على الاقل تبعد متر عن الشجره. طال الفيديو ده، رقم 5 ده حسن. ماشي، مع السلامه. كفايه قوي، كفايه قوي الفيديو ده جميل. خير يا رب. خدمه شتويه عامه لجميع الاشجار، والبولونيا عرابي خاصه. كل سنه وانتم طيبين، مع الف سلامه.